هذه لوحة الترانسفورمر بروتكشن بانل، ترانسفورمر بروتكشن بانل. لاحظ هون انه الحماية الرئيسية هي الـ RAT670، وهذا التست سويتش الخاص فيها. بحقن انا تيارات الـ HV side والـ LV side من خلال هذا التست سويتش. نفس الشيء عندي في ترانسفورمر بروتكشن ان اوت، في عندي انا ممكن اعمل الاوفر فولتج بروتكشن كمان، انه في حال اختار انه بدي اياه يعمل تريب او بدي اياه يعمل الارم، فهذا اوبشن موجود تقدر تحدده من خلال هذا السلكتر سويتش. وهذا ريست لللوك اوت، وهذا اللام تيست. الحمايات الثانيه موجوده، انا عندي حمايه الاوفر فولتج، مستخدمين في هاي الحمايه كمان الاوفر فريكوانسي والاندر فريكوانسي، المفروض نستخدم فيها الاوفر فولتج والاندر فولتج نفس الحمايه هذه. وهذه الستاند باي اير فول على جهه الهاي فولتج سايد. انا عندي الترانسفورمر من نوع واي ان دي 11 دي 11 تو وايندنج عليه، فبالتالي الواي معرضه، فبالتالي عليها ستاند باي اير فول جهه الاتش في. انا في عندي 2 LV1 و LV2 دي 11 دي 11، فعندي كمان ستاند باي اير فولت على جهه ال LV1 وستاند باي اير فولت على جهه ال LV2. ممكن حدا يسال انه كيف هي اير فولت وهي دلتا؟ احنا مستخدمين عندنا ايرثنج ترانسفورمر وان جي ار حتى نخلق او حتى ننشئ مسار للتيار الارضي. وعندنا هنا حمايه ال 50 50 N 51 N على جهه ال HV. ايش الفرق بين ال 51N هذه وال 51N هذه؟ هذه ستاند باي اير فولت بروتكشن، هي مكتوبه تحت، وهذه تراديشنال اير فولت عاديه، يعني ماخذ السميشن تاع الاير فولت، هاي كالكوليتد الزيرو سيكونس، بينما هون الزيرو سيكونس بتكون ميجرد. هذه ريستريكتد اير فولت بروتكشن على جهه الاتش في، عندي ريستريكتد اير فولت بروتكشن على جهه ال LV، وعندي ريستريكتد اير فولت بروتكشن على جهه LV1 و LV2. هاي الحمايات كلها لما تشتغل بالاضافه للميكانيكال بروتكشن حتروح تشغل لي البريكر فيلر، كمان تعمل انيشيشن للبريكر فيلر. هاي عندي لوك اوت 861 بيشتغل من اللوحه مين 1، ونفس الشيء مين 1 حتروح فقط تعمل تريب لا تريب كويل 1. وهذه لوحه مين 2 في لها لوك اوت كمان مستقل، هذا حيروح يعمل تريب فقط تريب كويل 2، في بينهم سيجريجيشن. انا عندي اربعه ريليهات 615، وهذا ار اي تي 615، ار اي تي 615. كل ريلي في له تست سويتش خاص، في هاي تست سويتش كل واحد خاص بريلي، تمام. هذه الاوكسيلر ريليز، وبالاضافه الى فلاج ريليز يحدد لي الميكانيكال بروتكشن اللي جاي من المحول نفسه، الميكانيكال بروتكشن اللي جاي من المحول. فمثلا انا عندي المين 1 او مين ترانسفورمر بخلص تريب، مين ترانسفورمر بخلص الارم، في عندي على الايرثنج ترانسفورمر كمان في بخلص الارم وبخلص تريب وهكذا. هذا بالنسبه للدي سي، الدي سي سبلاي فيل، بحيث انه اذا فقدنا الدي سي مباشره الفلاج حيطلع وحيبعث اشاره للسكادا انه اللوحه فقدت الدي سي اللي عليها، دي سي سوبر فيجن. هذه كمان حمايات ال ايش، حمايات ميكانيكال بروتكشن. الان في عندي هون ايش 94 انتر تريب ملتيبلكشن ريلي، المفروض يعني انه الحمايات الميكانيكيه مش كلها تشغل 400، تمام. فبالتالي انا في عندي حمايات المفروض تشغل 400، في حمايات ملهاش علاقه بال 400، مثلا زي الاوفر تمبريتشر او الوايندنج تمبريتشر، المفروض تشغل لي فقط او تعمل تريب لجهه اللو فولتج سايد. فالمفروض بالاسكيمات انه عندي لوك اوت يشغل لي ال 400، وعندي لوك اوت خاص يشغل ال 330، تمام. ولكن هون في هذه اللوحه مش مستخدم، ولكن السكيم موجود فيه اللي هو ال 94. الهدف من ال 94 يعمل تريب لل 33 فقط،
ولكن احنا مش مستخدمينه. احنا عندنا كل الميكانيكال بروتكشن في هاي المحطة بتعمل تريب لل 400 كيلو فولت. بتعمل تريب لل 400 كيلو فولت. تمام. ايش الاشياء ممكن الواحد يعلق عليها؟ طبعا الار اي تي هو الديفرنشال، يعني اهم شيء فيه اللي فيه فقط ديفرنشال. مستخدمين الريستريكتد اير فولت، هاي امبيدنس ريستريكتد اير فولت سيبريت. تمام. هذا الان سيطر كمان لوحة الترانسفورمر بروتكشن بانل. صراحة انا مش شايف شيء كثير انه حدا يعني نقدر نعلق عليه اكثر من هيك. شكرا لكم، يعطيكم العافية.